خاضعين وهنبقى مرتبطين وموافقين على كل اتحاد الكوره او الرابطه هتقول مثلا احنا هنتفق على 15% من سعه الاستاد او 12%، هنبدا بجمهور يعني صاحب الارض بس، كل ده احنا ما عندناش اي مشكله. لكن في الاخر احنا لو حصل ان احنا هنبتدي نشتغل ما بين فرقتين، حتى احنا السيستم اونلاين طبعا الفرقه الثانيه او النادي الثاني مش داخل معايا في السيستم بتاعي، فانا هدخل له عدد تذاكر بمكان معين مخصص ليه بمسؤولياته هو هياخدها، بحيث ان هو لابد ان هو برضو ايه يكون عليه مسؤوليه للجمهور بتاعه. بالنسبه للمراجعه الامنيه زي ما قال مصطفى بيه عزام ان دي هتبقى احنا بالنسبه لنا محددينها مع شركه الامن بتاعتنا، بحيث ان هم قاعده البيانات دي بتتعمل لها سكريننج من خلال الجهات المعنيه، بحيث في الاخر بنقول الراجل ده يقدر يطلع له فان اي دي، يقدر يطلع له كارت اهلاوي ولا لا. احنا بقى بالنسبه للتذاكر بنعمل ايه؟ بنفتح التذاكر قبلها باسبوع وبنقفلها قبلها بيوم، بحيث ان لو حد عايز يعمل كارت في خلال الاسبوع ده يقدر يعمله ويقدر ياخد المسار الامني او المسار اللي هو في الاخر يقول الراجل ده مش مرغوب فيه او غير مرغوب فيه. مش بس كده، احنا بيبقى فيه سكريننج كل 3 اشهر. زي حضرتك النهارده ما تخش عايز تقدم في وظيفه، مش اول حاجه بيسالوك فيها من ضمن الحاجات الفيش والتشبيه. فاذا احنا نفس الكلام، احنا في الاخر يهمنا سلامه المنشأة، يهمنا ان اللي داخل يبقى راجل محترم وبيشجع باحترام، ويهمنا في الاخر لو لا قدر الله حصل شغب يبقى احنا بنقدر نعرف من خلال الكارت ده ومن خلال الكاميرات. كل الناس عارفه النادي الاهلي دايما رائد في تجربه الجماهير، لان النادي الاهلي بيثق في جماهيره، ومفيش رياضه مصر مفيش رياضه في العالم كله من غير جمهور. احنا اول ما سمعنا اللي في ورشه عمل والاتحاد المصري دعانا، طب احنا جايين، هو احنا سعداء كده محمود بالشامي اللي هو ثروت سويله من الناس الموجوده مصطفى بيه عزام، هم حكوا التجربه او على مستوى متطور شويه. احنا النادي الاهلي بدا التجربه دي من فتره والحمد لله احنا بنطورها، وكان في لجنه انهت خاص واخدنا موافقه مجلس اداره اللي احنا الفتره اللي جايه هنبدا نطرح جمهور اهلاوي. الموضوع كله باختصار الامن ثم الامن ثم الامن. الامن مش هيعرف يامن جماهيره الا في وجود قاعده بيانات كبيره، العالم كله كده مش في مصر بس. لو احنا ما التزمناش بده عمر ما الجمهور هيرجع. النهارده طالما انت رايح تشجع بتحط بياناتك بشكل موضوعي وبيانات صحيحه، طالما انا ما عنديش غرض، مفيش حد في العالم بيخش استاد او بيخش منشاه او بيخش اي مكان الا اذا كان مؤمن 100%، لان احنا بالنسبه لنا في كده يافطه كبيره جدا اسمها الامن اولا. وهي منظومه انا قلتها قبل كده، في 5 عناصر، في عنصر اساسي دايما ده هو العنصر المساعد بتاعنا اللي احنا بنهاجمه اللي هو الامن، لكن الاربع عناصر الاساسيه اولا وزاره الشباب والرياضه، تاني حاجه اتحاد الكوره اللي هو الاب الشرعي للانديه كلها، الانديه المصريه، الجمهور. لو الاربع عناصر التزموا بمسؤولياتهم وحددوا مسؤولياتهم الامن هيساعد المجموعه دي كلها والجمهور ترجع بسلام. الجمهور رجع اصلا في كاس مصر، الجمهور رجع واشتغلنا نهائي كاس ب 10000 متفرج، وكان ناديين جمهور ناديين، الماتش النهائي لسموحه والزمالك في استاد اسكندريه، استاد برج العرب اسف، في برج العرب. فاذا الموضوع موضوع، لكن هنرجع نقول تاني لا يخشوا ما يخشوا نبقى جاهزين، احنا جاهزين. جاهزين بنسبه قد ايه؟ 70%. طب هندخل 70% من الجمهور؟ لا بندخل 15%. طب بندخل الجمهورين؟ لا بندخل جمهور وسايبين جمهور. يعني انا يعني دي بدايه انا شايفها يعني ضعيفة جدا وجميلة جدا في نفس الوقت، ان احنا قانعين ان احنا اقل من الايه من المستويات الدنيوية. ربنا يوفقك ان شاء الله.